أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تنظيم الإخوان هدد المصريين والدولة المصرية بشكل مباشر وصريح، وقال خلال إفطار الأسرة المصرية إن ما جاء في مسلسل الاختيار حقيقي ووثق تلك الفترة، ولم يكن هناك تآمر أو خيانة ضد الرئيس الراحل والسابق محمد مرسي، مؤكدا أنه وقف بإخلاص وصدق معه لأنه كان يرى أن الإخلاص يجب أن يكون لله والوطن الذي لم يكن يتحمل أكثر من ذلك في هذا الوقت.